السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم بنسوي عمليه صيانه للوحه التقطيع. هذا اللوحه التقطيع سبق ان افردنا له حلقه، بتلقون رابطها موجود في الاعلى. طبيعي انه لوحه التقطيع مع الوقت يحتاج الى اعاده تاهيل او صيانه عشان الجزء الاول نوخر اثار السكين اللي قاعده تصير مع الوقت، والشيء الثاني عشان نرجع نعطيه اللمعة الجميلة. طبعا هذا اللوحة التقطيع عشان احنا سويناه بطريقة الانجرين، وهذه الطريقة تحافظ على اللوحة التقطيع لفترة أطول، فزي ما انتم لاحظين أثار السكين قليل جدا وغير عميقة. فإن شاء الله يعني إجراء بسيط إن شاء الله نقدر نسوي لها صيانة. أنا بستخدم ثلاثة أوراق أو ثلاث درجات في عملية الصنفرة، وأنا تعمدت أن أسوي الصنفرة هذه بيدوية مش بالآلات. أنا عندي الأدوات اللي أقدر أسويها، لكني حبيت أن أسويها يدوية علشان تعرفون كيف الأمر سهل ونقدر نسويه بدون يعني أجهزة إلكترونية أو كهربائية. فإحنا بنسوي ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة 80 اللي هي الخشنة، والهدف من الدرجة هذه اللي هي إزالة أثار السكين وإثارة أي يعني نتوءات موجودة في اللوح. وبعدين بنسوي بدرجة 120 علشان درجة 80 هذه طبيعتها لأنها خشنة تترك بعض الأثار على اللوح، فدرجة 120 هذه وظيفتها أنها توخر الأثار اللي سوتها درجة 80. وبعدين درجة 220 عشان نجهز اللوح للفينيشينج أو المادة اللي بنحطها عليه اللي هي مادة الحماية واللي بتعطيه اللمعة. لكن الأول بس أشيل الأرجل. أغير الآن الصنفرة إلى 120. أنا الآن بوقف، يعني بكتفي بهذا القدر من الصنفرة. طبعا هي الصنفرة اليدوية ما راح تعطيك نتيجة سريعة مثل المكاين، لأنه كما أنفقت وقت أكثر في الصنفرة بتحصل على نتيجة، لكن أنا بالنسبة لي يعني بتعتبر هذه كافية. الآن موضوع الفينيشينج أو الحماية، نستطيع نستخدم أي شيء للحماية، لكن مهم جدا أن نتأكد أنه آمن للغذاء، لأنه هذا تعرفون يعني لوحة تقطيع بيلامس الأكل واللحوم والآخرة، ولا بد تكون المادة مخصصة لهذا الشيء، وهذه تكون مكتوبة في نفس التعليمات.